ضيفة ناحية الحردانية التابعة إلى قضاء ضلوعية جنوب صلاح الدين مؤتمرا أمنيا موسعا ضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر وأئمة المساجد في المنطقة للتباحث بشأن أمن وسلامة المواطن والحفاظ على الاستقرار الأمني والمجتمعي من خلال التصدي للإشاعة وتعزيز التعاون مع القوات الأمنية. المزيد في سياق هذا التقرير. بناء على التوجيهات المركزية والتي غايتها تحجيم وشل حركة الخلايا الناعمة، عقدت مديرية شرطة الضلوعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية تجمعا عشائريا مع شيوخ ووجهاء منطقة البفراج في منطقة الحردانية ضمن قاطع ناحية النهرين، والذين أبدوا جميعا تعاونهم المشترك والمطلق ما بين الأجهزة الأمنية والمواطن، والهدف هو أن يشارك الجميع بموضوع الأمن، مستبعدين بذلك الأمن القسري والذي بدوره يخلق نتائج سلبية. في إذن التوجيهات السيد قائد شرطة صلاح الدين المحترم والسيد قائد العمليات المحترم لضرورة شن عمليات استباقية الغاية منها تحييد عمل الجماعة الإرهابية وشل حركة الخلايا النائمة. بدينا بتنفيذ منهج على الحدود الفاصلة مع المناطق المجاورة لقضاء ضلوعية، الغاية منها هو تعزيز الأمن وحث المواطنين بمختلف شرائح المجتمع، أئمة المساجد، الشيوخ، المختارين وكل طبقات المثقفة بالمجتمع باتجاه تعزيز الأمن وترصين الأمن في مناطقهم. الحمد لله اليوم كان هذا المؤتمر مع شيوخ ووجهاء قسم من عشيرة المفراج ضمن قاطع ناحية الحردانية ناحية النهرين. الاجتماع كان مثمر، أبدت الشيوخ والوجهاء وأئمة المساجد الاستعداد التام المتواصل مع القوات الأمنية. رجال الدين وأئمة المساجد والمواطنون أبدوا استعدادهم المطلق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية محققين بذلك سلما مجتمعيا حقيقي. هدفه وغايته هو دون الرجوع إلى صفحات مقيتة لسنوات النزوح أثرت حتى على النسيج المجتمعي الواحد، وأن يقفون صفا واحدا ضد الإرهاب. بحمد الله وفضله هناك جهود يعني جبارة في هذا الاتجاه، والمنظومة الأمنية هي سواء كانت تخص رجال الدين أم تخص عموم المنطقة والعراق ككل، يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بالواقع الخدمي أولا والواقع الأمني. وإذا لم يكن هناك تضافر كل الجهود باعتبار الأمن هو مسؤولية الجميع، ودائما أقول هذا الشعار: وطن لا نبنيه ولا نحميه لا نستحق العيش فيه. فهذا بلدنا وهذا وطننا، وما نريد نرجع للمربع الأول اللي تشرد فيه الكثير وهجر فيه الكثير. يجب أن تتضافر كل الجهود حتى يكون يعني الأمن مستتب في كل مناطق العراق. وهذا الاجتماع الذي يعني نحضره الآن هو اجتماع لكل العشيرة بكل أفخاذها ووجهائها وشيوخها، والأيام القادمة لابد أن نكون سباقين لصد كل هجوم إرهابي يريد النيلة من بلدنا من مناطقنا، ونحن على إهبة الاستعداد للدفاع عن هذا الوطن وعن تربة العراق العظيم. بإعاز من السيد مدير شرطة الضلوعية والأجهزة الأمنية، تم هذا اليوم عقد اجتماع موسع للوجهاء والشيوخ والأعمدة القوم في المنطقة، وكان تعاون للكل على رفض الإرهاب بكل معاني وبكل مسمياته. وإن شاء الله إن شاء الله سوف نكون يد واحدة لدرء خطر الإرهاب، لأن الإرهاب ما شفنا منه غير الويلات، شفنا منه الشيء اللي أتعبنا، ونرفض رفض قاطع، وإن شاء الله راح نكون يد واحدة لبناء لدرء الخطر عنا ولعبورنا لشاطئ الأمان إن شاء الله. لقاءات وتجمعات وزيارات هدفها وغايتها واحدة، هي أن يعم الأمن ويسود الوعم. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الحردانية.